In terms of 20th century art fraud, John Drew and the John Myatt case must rank right at the top. بعيون ثاقبة وأعمال فرشاة لا تشوبها شائبة، يستطيع هذا الفنان البريطاني إنشاء أعمال مزورة لأساتذة الفنون مثل دافينشي ورامبرانت، وهي واقعية لدرجة أنهم خدعوا الملايين من النقاد حول العالم. هذا الرجل كان صاحب أكبر خدعة فنية في القرن العشرين، وخدع الكثيرين وحصل على كم مهول من المال. ما قصته؟ وكيف تكون رسوماته بتلك الجودة؟ هذا ما سنعرفه تاليا. شعر جون ميات أن حياته مليئة بمراحل السقوط التي لا يستطيع أن ينهض منها. كان ذلك في منتصف الثمانينيات وفي سن 41 عاما. لم تصعد أعماله لمرحلة الشهرة أبدا أو تحقق أرباحا في معارض لندن. تركته زوجته وكان يكافح من أجل إعالة طفلين صغيرين، ولذلك بدأ بتزوير اللوحات بالشراكة مع تاجر الأعمال الفنية جون دريوي. باع هذا الثنائي أكثر من 200 عمل فني بطريقة احتيالية مقابل الملايين من الجنيهات، حيث كانت تلك الأعمال يتم تهريبها كما لو أنها أصلية مع بعض من أشهر جامع الأعمال الفنية في العالم والمعارض الكبرى ودور المزادات الكبرى في لندن. كانت واحدة من أكبر فضائح الفن على مر العصور. قضى ميات ساعات لا تحصى في عمل أعمال جديدة ومفصلة بشكل لا يصدق بأسلوب فنانين مثل مارك شاغال ولو كوربوزيه وغراهام ساذرلاند وآخرين. غالبا ما كان يشتري الذهانات والفرش واللوحات القماشية من فترات هؤلاء الفنانين في أسواق السلع المستعملة ويدرس تقنياتهم باهتمام شديد. كان ميات يقول أن جزءا كبيرا من عمليات الاحتيال كان التلاعب بآلية الإعلان أو مجرد التواجد في المكان المناسب والوقت المناسب لإجراء عملية البيع والترويج لقصص كاذبة حول إنشاء العمل الفني ومدى ملائمتها للوقت الحالي وشرع كيفية تغيير العمل بمرور الوقت. جون ميات الذي قضى وقتا في العمل الإجرامي ويعمل الآن كرسام في المملكة المتحدة هو من بين حفنة من المزورين الذين يقولون إن العمل الفني ازدهر في وقته، ومع وصول أسعار الفن إلى مستويات عالية للغاية الآن فلا يزال هذا المجال ملاذا غير مكتشف للنشاط غير المشروع. قد يجعلك التزوير الفني تفكر في الأشخاص الأثرياء الذين يقفون أمام لوحة بيكاسو مزيفة، ولكن غالباً ما ترتبط الجريمة أيضاً بغسيل الأموال وتهرب الضريبي وتهريب المخدرات. تعرض جرائم الفن أكثر التجارة الإجرامية ربحاً في العالم خلال 40 عاماً الماضية وفقاً لوزارة العدل الأمريكية واليونسكو، وفي المرتبة الثانية تأتي المخدرات والأسلحة. قال توماس هوفينغ المدير الأسبق لمتحف الموروبوليتيان للفنون إن 40% من الأعمال الفنية المتداولة هي أعمال مزيفة. ما يغذي المصلحة الإجرامية هو مقدار الأموال التي يتم ضخها في عالم الفن منذ ذروة عمليات تزوير ميات. يقول بعض النقاد إن هناك حافزاً ضئيلاً للقبض على المجرمين الذين في بعض الحالات قد يستفيد ضحاياهم المزعومون من المشاركة في عمليات الاحتيال. بلغ حجم سوق الفن العالمي في عام 2018 حوالي 67 مليار دولار. بشكل عام يتم استخدام الفن سواء كان حقيقياً أو مزيفاً لزيادة ضخ الأموال أكثر من أي وقت مضى. وفقاً للكثير من الخبراء من المؤكد أن قصة ميات تكاد تكون لا تصدق، وهي أيضاً قصة لا يمكن الادعاء أنها ملفقة لأن هناك شواهد كثيرة عليها. كما قلنا في منتصف الثمانينيات كان ميات مدرس للفنون يعاني من ضائقة مالية ووالد وحيد يعيل طفلين، فقرر وضع إعلان صغير يعرض خدماته الفنية
لإنتاج نسخ طبق الأصل من لوحات القرنين 19 والـ20، لوحات مزيفة حقيقية لأولئك الذين أحبوا العمل الفني، ولكن بالطبع لا يمكنهم تحمل تكلفة الأعمال الأصلية. تم تسعير أعمال مياط ب 150 جنيها استرليني، وسرعان ما أصبح لديه عدد لا بأس به من العملاء، وأحد العملاء على وجه الخصوص كان يعود بشكل منتظم. كان ذلك جون دريوي. كان دريوي رجلاً مخادع، وهو السبب في خروج مياط إلى عالم الفن الإجرامي. بعد بضعة أشهر من علاقتهما المتنامية، اتصل دريوي بمياط ليخبره أنه أخذ لوحة ألبرت غليزيس التكعبية التي رسمها وقالت دار مرموقة للمزادات أنها ستبيعها له مقابل حوالي 25,000 جنيه استرليني. عرض دريوي نصف المبلغ على مياط، وجعله ينخرط معه لعملية الخداع الفني تلك. على مدى سنوات قدموا ما يقدر ب200 لوحة وعمل فني مزور على أنها لوحات فنية حقيقية، وبيع بعضها مقابل 150,000 جنيه استرليني. لقد أطلق عليه أعظم احتيال فني في القرن العشرين. بذل دريوي جهودا إضافية استثنائية لجعل كل لوحة قماشية يرسمها مياط كما لو أنها لوحة أصلية تعود بالفعل إلى عصرها، حتى أنه كان يقدم تبرعات مالية ضخمة إلى دور المزادات والفنون، مما جعل منه شخصية محبوبة في عالم الفن، وسمح له هذا بالتسلل إلى أرشيف الفن البريطاني من أجل إعادة كتابة التاريخ للمصادقة على اللوحات المزيفة على نطاق لم يتم القيام به من قبل أو منذ ذلك الحين. في الواقع ما كشف النقاب عن عمليات الاحتيال التي قام بها كل من مياط ودريوي كان زلة لسان طفيفة من دريوي، حيث تحدث عن استخدامه لملصقات مماثلة في لوحتين مختلفتين وهم احتمال إحصائي غير محتمل، وكان هذا سبب شك جمعية جياكوميتي في الأمر. وفوق كل هذا تمت خيانة دريوي من قبل زوجته المنفصلة عنه، وأبلغت كذلك عما يفعله. كان مياط يستخدم حيلاً رخيصة ليقوم بتزوير عمر لوحاته على أنها من القرن 19 والـ20، ويقول مياط نفسه أنها كانت حيل يمكن لأي خبير أن يكشفها، ولكن عالم الفن لا يريد أن يرى بأنها مزيفة، لأنها وكما أخبرناكم يخدم هذا مصالح الكثيرين. تم استخراج مبالغ كبيرة من المال في تلك التجارة، وكلما أصبح الفن أحد الأصول الخاصة للأثرياء زاد عدد الأشخاص الذين لا يريدون الطعن في أصالة هذا العمل. إنها ثروة تحاول حماية نفسها. بعد 7 سنوات من بدء كل شيء بين دريوي ومياط، ألقت الشرطة القبض عليهما بتهمة الاحتيال. قضى مياط حوالي 7 أشهر في السجن فقط، وعندما خرج من السجن كان يرفض لمس فرشاة الرسم مرة أخرى، حتى حدث شيء ما غير متوقع. اتصل به ضابط الشرطة نفسه الذي قبض عليه بتهمة الاحتيال، وعرض عليه مبلغ 5,000 دولار أمريكي لعمل صورة عائلية له. كان فقدان جوهره كفنان هو أكثر ما يقلق مياط، لذلك توقف عن عمليات الاحتيال. إذن أين جون مياط الآن؟ يعيش جون مياط في إنجلترا مع زوجته وأطفاله الجدد، ويواصل العمل كرسام ويجعل أعماله المزيفة حقيقية. عمل مع شبكات تلفزيونية كبرى مثل قناة ديسكفري لإنشاء برنامج قام من خلاله بتعليم مجموعة من الرسامين الهواة التقنيات التي تعلمها من خلال تقليد العظماء. إذن عزيزي المشاهد، هل تظن أن ما فعله مياط خاطئ؟ أم أنه كان يقوم بعمل فني حقاً؟ هل رسم نفس الصورة لأكثر من مرة يعتبر احتيال؟ أخبرنا عن رأيك من فضلك في التعليقات أدناه. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.